السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري. عندنا اخبار مختلفه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، اضافه الى بعض الاخبار المفرحه للمنتخب الوطني الجزائري، وكذلك عندي واحد التوضيح مهم باغي نوضحه في هذا الفيديو. كل التفاصيل راح تعرفوا عليها، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون للمره الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. بدون اطاله اعزائي الكرام، نبداو بالخبر الاول واللي يتعلق بالكوتش جمال ماضي، الذي اليوم كانت عنده محاضره قد القاها على الطلبه في الجامعة الجزائرية بدالي إبراهيم، أين رجع بالحديث عن الكرام إلى إنجازه التاريخي وإنجاز الجزائر التاريخي في كان 2019 والتتويج بالنجمة الثانية. طبعا بالماضي صرح قائلا عن الكرام، اليوم عند قبول تولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري رفقة الطاقم المساعد لي، كان هدفنا منذ البداية هو حصد الألقاب للجزائر، لم نكن نريد أن نكون ضمن قائمة المدربين الذين سجلوا نتائج سلبية في المنتخب الوطني على غرار جول من غوركيف، كذلك ألكاراز، وكذلك ماجر ولينكس وغيره. يعني صراحة تصريح قوي من جمال بماضي حول هؤلاء المدربين. وصراحة بالماضي قاد المنتخب الوطني الجزائري وحقق معه أرقام يعني لم يحققها مدربين من قبله. الحقيقة تقال على الذاكرام، لغة الأرقام ما فيهاش العاطفة. كذلك صرح قائلا، كان علينا أخذ الوقت الكافي للقيام بتحليل وضعية المنتخب، سعيا منا في إيجاد أجوبة لأسباب الإخفاقات السابقة قبل مباشرتنا العمل على معالجتها. عند التحاقي في 2018 بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، وجدت المجموعة مقسمة وغير متحدة. وهذا التصريح أعزائي الكرام خطير جدا، وسر خطير أعلنه بالماضي وفضحه للرأي العام اليوم في الجامعة الجزائرية. قال عند التحاقي بالعارضة الفنية للمنتخب، وجدت المجموعة مقسمة وغير متحدة، وكان هنالك كوادر المنتخب الوطني كانوا يعتقدون أن المنتخب ملك لهم، وأخذوا المنتخب رهينة بالنسبة لهم. وبالماضي بدأ يشرح باللي أنه كان هؤلاء اللاعبين يفعلون ما يحلو لهم، يعني كانوا يفعلون ما يحلو لهم بالمنتخب الوطني الجزائري ومتحكمين فيه. وهذا الأمر خطير جدا، بالماضي أكده لنا اليوم في الجامعة الجزائرية أمام الكاميرات. كذلك صرح قائلا، التحقت بالمنتخب سنة 2018 ووجدته في المرتبة 14 إفريقيا، وكان بدون فوز خارج الجزائر منذ 4 سنوات بصفة لاعبا سابقا ومناصرا، لكن لم أكن أعرف ماذا يوجد من مشاكل، لكنني كنت مهتما بمتابعة المنتخب الوطني الجزائري ومدى تطوره. لاعبو المنتخب الوطني الجزائري كانوا يتخوفون من خوض مبارياتهم ملعب 5 جويلية، والذي كان يلقب بدار الشرع. كانت مباريات المنتخب الوطني الجزائري في هذا الملعب جد صعبة، على سبيل المثال مباراتنا أمام الرأس الأخضر التي يعني كان فيها مردود منتخبنا كارثي. لمسنا بأن المنتخب آنذاك كان مكسور تماما، وكان من المهم جدا معالجة تلك الوضعية بإيجاد العلة. كان هدفنا بناء منتخب قوي ومتحد، ومن أجل الذهاب لحصد الانتصارات والألقاب، وهو ما أكدته قبل انطلاق كان 2019. ونتذكرها أعزائي الكرام مثل يومين هذا، بالماضي قال باللي رانا رايحين للكان ونخرجوا بنتيجة مشرفة ونفوزوا باللقب ونجيبوه للجزائر. وطبعا الصحفيين راحوا يضحكون على جمال الماضي. طبعا الوهلة الأولى راح يكون عندك نفس رأي الصحافة الجزائرية، المنتخب الوطني الجزائري كان محطم، كان مكسور، يعني ولا واحد كان ينتظر فوز المنتخب الوطني الجزائري بالكان سنة 2019. ولكن بالعمل والمثابرة والاجتهاد بالماضي بنى المنتخب الوطني الجزائري بمعاونة مع اللاعبين والطاقم الفني الخاص به، بناه حجرة حجرة وأصبح لدينا منتخب فتاك وفزنا به بالكان. سقطنا نعم في كان الكاميرون، ولكن إن شاء الله العودة ستكون قوية في كان ساحل العاش. كذلك بالماضي صرح قائلا، قمت بضخ نفس جديد في صورة بلايلي سنة 2018 وبالعمري وشيتا وحتى بالناصر، وجدته بصفر مباراة مع المنتخب الوطني الجزائري، مستعد للعودة والحديث عن الإخفاق الأخير في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. ظروف التحضير والإقامة لم تكن متشابهة تماما بين 2019 و2022، ولا يمكن مقارنة ما وجدناه في مصر بالكاميرون. يعني كاينين امور يعني غير طبيعيه حدثت في تنظيم كان الكاميرون مقارنه ب يعني كان مصر سنه 2019. كذلك بالماضي صرح قائلا، اعمل بالجزائر منذ 5 سنوات تقريبا، فقدت فيها شعري واصبحت ارتدي نظارات بعد نقص نظري. التحقت بالمنتخب سنه 2018 ووجدته في المرتبه 14 افريقيا، ومنتخبات كثيره كانت فوقنا. في 2018 كنا بدون فوز خارج الجزائر منذ 4 سنوات، يعني منذ سنة 2014.
برمضان كان يتكلم عز الكرام في هذه الورشة على تحضيرات كأس أمم إفريقيا سنة 2019 وفوزه باللقب. يعني كان هذا هو عنوان يعني هذه الورشة، ما كانش راح يتحدث عن ما يحدث حاليا. فاحنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه الطبعة في كان ساحل العاج بالكوت ديفوار، وإن شاء الله نحقق النجمة الثالثة. على كل حال، حاليا ننتقل إلى الخبر الموالي، أين الكوتش جمال ماضي؟ تلقى أخبار مفرحة قبل الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري. الأخبار اللي راني نتكلم عليها أعزائي الكرام هي لعنة الإصابة التي ضربت المنتخب الوطني الجزائري في الآونة الأخيرة، ولكن هؤلاء اللاعبين تبين لنا بأن الإصابة لم تكن خطيرة وعادوا مباشرة إلى جو المنافسة، كما تشاهدان كل من يعني عيسى ماندي وكذلك محمد الأمين عمورة رسميا تواجدا في تشكيلة فريقيهما الليلة من أجل اللعب في بطولة اليوروبا ليج. أما بالنسبة للخبر الموالي الآخر، فارس شايبي لاعب نادي فرانكفورت الألماني تألق بشكل كبير جدا وسجل هدف مثالي وخرافي على طريقة رياض محرز في فريق نادي مانشستر سيتي سابقا، وتحصل على هذا اللاعب على أعلى تنقيط ولقب رجل المباراة بعد تسجيله هذا الهدف، وتألق واضح من هذا اللاعب يؤكد يعني حفاظته على مكانته في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. حاليا وبدون إطالة ننتقل إلى الخبر الموالي واللي يتعلق بخبر شاركته معكم ليلة أمس. ممكن بزاف ناس ما فهموش القصد نتاعي، أو ممكن أنا ما وصلت لكمش الفكرة كما هي بخصوص تقنية الفيديو في مباريات التصفية الأفريقية المؤهلة للمونديال. قلنا لكم لأنه مباراة المنتخب الوطني الجزائري لن تكون فيها تقنية الفار. نشرح لكم أعزائي الكرام بالتفصيل هذا الخبر. طبعا يعني الفيفا أعلنت بواجب اعتماد يعني تقنية الفيديو في جميع مباريات تصفية المونديال على جميع الاتحادات ذهابا وإيابا لتفادي المشاكل التحكيمية وكذلك للشفافية. الفيفا أيضا طرحت في وثيقتها الظاهرة أمامكم استثناء بالسماح لبعض المنتخبات الإفريقية بلعب مباريات تصفية إفريقيا أو كأس العالم بدون تقنية الفار، تأكيدا منها على أنها تراعي قلة الإمكانيات المادية والتكنولوجية لبعض الدول. أكدت بعض المصادر أن الكاف بعد هذا القرار من الفيفا قد تلجأ لعدم الاعتماد على تقنية الفيديو يعني المساعد الفار لكل المنتخبات، في انتظار يعني دائما وأبدا بين قوسين تأكيد هذا الخبر من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طبعا بالنسبة للجزائر تمتلك الإمكانيات لاستعمال تقنية الفيديو بشكل عادي، واستعملتها في ملعب نيلسون مانديلا الذي سيحتضن مباراة الجزائر أمام منتخب الصومال، واستعملتها في بطولة شان سابقا، يعني غير بطولة شان استعملنا فيها الفار، فما بالك أن المباراة القادمة راح نستعمل فيها تقنية الفيديو بشكل عادي. يعني الجمهور في هذا الخبر يعني فهمني غلط كي قلت بلي أن مباراة المنتخب الوطني الجزائري لن تكون فيها تقنية الفيديو داخل الديار وخارج الديار، وأنا كنت أعني باللي أنه بعد هذا الخبر فقرار المنتظر من الكاف يا إما يكون هنالك قرار بتفادي استعمال تقنية الفار من جميع الاتحادات لكي تكون جميع المباريات متساوية، أو إما ترك الأمر كما هو، من لديه إمكانيات يستعمل تقنية الفار ومن لا يمتلك الإمكانيات لا يستعملها. هذا هو كل ما في الأمر الذاكرة، وحبيت نوضح لكم هذا الخبر. الفيفا قالت أوبليجي لازم على المنتخبات تستعمل تقنية الفيديو، ولكن للمنتخبات والبلدان اللي مامبا ما عندهاش مامبا ملاعب تلعب فيها كرة القدم وما عندهاش إمكانية يعني ممكن أنها ما تستعملش تقنية الفيديو. فالكاف حاليا واش راح تدير؟ يا إما راح تخلي جميع المنتخبات وجميع المباريات ما يستعملوش تقنية الفيديو باه تكون جميع المباريات متساوية ما يكونوش بعض المنتخبات مظلومين أو شيء من هذا القبيل، يا إما كل منتخب ويعني واش راح يدير؟ يا إما تكون عنده الإمكانيات ويستعمل تقنية الفيديو، وإذا ما عندهش ما يستعملهاش نورمال. ولكن أنا بالنسبة لي ممكن أن الكاف يعني راح يمنع تقنية الفيديو من جميع المنتخبات الذاكرة، وبالتالي المنتخب الوطني الجزائري ما راحش يلعب لا في الديار ولا خارج الديار بتقنية الفيديو في انتظار القرار الرسمي من الكاف. ولكن بالنسبة للجزائر قادرة تستعمل تقنية الفيديو بشكل عادي، وكما قلنا سابقا استعملتها فقط في بطولة الشان التي هي بطولة مصغرة، فما بالك يعني كيقارنوها بالتصفية الإفريقية المؤهلة للمونديال المهمة بشكل كبير جدا. سننتظر وسنرى. ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي. طبعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميا اليوم عن منصة جديدة وطرحه لمنصة جديدة لاقتناء تذاكر كأس أمم إفريقيا سنة 2023 بساحل العاج، وطبعا موعد إطلاق الخدمة سيكون غدا، وطبعا غدا يمكن للجماهير أن يعني تشتري التذاكر بشكل عادي.
بالنسبة بحديثنا عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، شارك معنا تغريدة اكد من خلالها قائلا: في مباراة بين بطلين سابقين من عصرين مختلفين، من يتفوق في رأيك؟ الجزائر ضد مصر الفائزان باللقب سنة 2008 و2019. سؤال صعب جدا امام هذين المنتخبين الصعبين في القارة السمراء، فخلونا اراءكم في صندوق التعليقات. حتى المباراة الأخيرة بين الفريقين وانتهت أعزائي الكرام بتعادل إيجابي بين الطرفين، فصعب جدا أنك تفصل من هو الذي سيفوز في مثل هذه المباراة. ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي، وشارك معكم خبر نوعا ما مقلق ولكن ليس بشكل كبير جدا، لأنه في الأونة الأخيرة تغيب يعني أنثوني مانديريا عن فريقه بسبب المرض، واليوم تغيب أيضا حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري مصطفى زغبة عن قائمة فريقه لنادي دمك السعودي. وطبعا هذا الغياب من هذان اللاعبان طرح العديد من التساؤلات لدى الجمهور الجزائري قبل ساعات قليلة من يعني نشر القائمة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري. طبعا غياب يعني لاعب نادي دمك الا وهو مصطفى زغبه جاء بسبب عدم الجاهزيه فقط، اما بالنسبه لانثوني مانديريا فهو يعني راح حاليا مريض، ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ولجميع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري المصابين او الذين يعانون من اصابات. نوعا ما يبقى هذا الخبر مقلق، يعني خسر حارسين مرمى الذاكره في وقت واحد، هذا شيء يعني مقلق بشكل كبير جدا، فان شاء الله يعني تكون نتائج طبيه ايجابيه لهذين اللاعبين في اسرع وقت ممكن، ما بقاش بزاف وراح يلتحقوا هؤلاء اللاعبين بالمنتخب الوطني الجزائري، فان شاء الله يكونوا جاهزين للمباراتين المقبلتين. اما بالنسبه للاخبار الاخرى، رامي بن سبعين عاد اليوم او امسيه اليوم الى التدريبات وذلك بشكل عادي تحسبا لمباريات نادي بروسيا دورتموند القادمه، وايضا لعودته الى الاجواء وانضمامه الى قائمة المنتخب الوطني الجزائري. حاليا اختم لكم هذا الفيديو بخبر يتعلق بتسريبات حول قائمة جمال ماضي من هذا المصدر الظاهر امامكم. اكد لنا المصدر انه الماضي سيعلن قائمته يوم غد الجمعة، والقائمة لا تحمل اي اسم لاعب من البطولة الوطنية الا اسامة بن بوط حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري، وذلك بسبب توقف البطولة الوطنية عن نشاطها، وهذا اثر على جاهزية جميع اللاعبين المحليين. وهذا يعني أنه لن يتواجد يوسف بليلي في قائمة المنتخب الوطني الجزائري مثل أنا توقعت سابقا. ما راح يكون يوسف بليلي حاضر إلا بنبوط، وما راح يكون ولا لاعب محلي حاضر في القائمة يعني بسبب توقف نشاط البطولة الوطنية. فما وراكم تصدق تعليقات. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.